الأمن من ضروريات بني آدم، ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير قال موجها للآيتين اللتين في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم، قال إن إبراهيم دعا لهذا البلد الحرام بالأمن مرتين، مرة قبل أن يبني البيت، والمرة الثانية بعد بنائه واستقرار أهله به. قال عز وجل في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمنا، يعني اجعل هذه البقعة التي سيكون عليها البيت اجعلها آمنا. قال أما ما في سورة إبراهيم فإن الدعوة التي أتت وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال بعد أن بنى البيت واستقر أهله فيه، وذلك لأن إسماعيل ولد قبل إسحاق، وفي سورة إبراهيم ذكر إسحاق، فدل هذا على أن الدعوة الثانية إنما هي بعد بناء البيت واستقرار أهله به، ولذلك قال في آخر دعواته الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ذكر إسحاق.